الرئيس المصري كان الزعيم العربي الوحيد تقريبا الذي يوجه خطاب بهذا الشكل وهذه الرسائل الواضحة التي لا تحتمل أي مساحة رمادية كما شاهدنا بالأمس. على الرغم من ذلك سيل المزايدات على مصر ودورها لا ينقطع، كأن مصر التي تحتل غزة. النهاردة عدد من المظاهرات المدفوعة تتعمد الترويج لأن القضية الفلسطينية اختزلت في معبر، وأن لم يعد للقضية أي حديث غير المعبر، وكأن مصر هي التي تعتدي على شعب غزة رغم كل ما تفعله مصر. تشوف المزايدات دي إزاي؟ يعني أنا بشكرك الأول على هذه الاستضافة، يمكن المرة الأولى اللي معك في لينا كلام في السياسة، بس عايز الأول يعني أبدأ من نقطة مهمة أثرتها على مسألة أنه مشهد التبرع بالدم ده يعني إيه؟ لأنه إحنا الحقيقة إننا عندنا دم، بقالنا إحنا عندنا دم من زمان طبعا، لكن إحنا بقالنا ما يزيد عن 10 سنين في معركة نضج فيها الوعي الجمعي عند المصريين بالقدرة على التمييز ما هو خطر حقيقي وما هو خطر مصطنع. وهذا الوعي أو نضج الوعي أدى إلى قدرتك على تحويل طول الوقت طاقة الغضب اللي هي لن تقودك إلى شيء. كان يمكن للمصريين أن يسرقوا في الشوارع، أن يخرجوا في مظاهرات، زي ما حصل وقت الانتفاضة الثانية ووقت حرب العراق بالضبط، أن يهتفوا، لكن هو الشعب قرر أنه يحول طاقة الغضب إلى عمل إيجابي، فعل إيجابي بالضبط. فالفلسطينيين يحتاجون إلى دماء بسبب النزف المستمر، بيحتاجوا إلى تبرعات عن طريق التحالف الوطني وحياة كريمة، وده اتعمل بشكل كبير جدا، ويمكن بتشير إلى 15 نقطة على مستوى الجمهورية الآن النهاردة صحيح. لكن امبارح وأول كان فيه يعني حملة للتبرع بالدم كبيرة جدا. فده يدخلك على النقطة التانية المهمة، مزايدة، وهي فكرة المزايدة. أنا بشوف طول الوقت أن المزايدة على مصر هي الأمر الطبيعي، لأنه لا أحد يزايد على ضعيف أو قليل الحيلة أو على من ليس له دور. يعني مش هتلاقي أبدا حد بيزايد على واحد تافه أو على كيان ليس له قيمة. المزايدة طول الوقت لأنك بتحتل مكان ومكانة مهمة جدا في هذه القضية تحديدا. لكن الأخطر من مسألة المزايدة هي دلالتها، لأنه أنا بعتبر أنه الحرب أو هذه العملية عندما بدأت في 7 أكتوبر اللي فات، فكان عندي فلسطين وإسرائيل. أنا اليوم وإحنا قاعدين عندما يكون هناك توجيه بأنه أنه الفلسطينيين في غزة يتوجهوا إلى الجنوب في رفح الفلسطيني، هو تهجير قسري. التقديرات يمكن بتقول، كنا بنتكلم قبل الهوى، ما بين 700 ألف إلى مليون. هو تهجير قسري، هو هذا الآلة العسكرية للاحتلال. أنا عايز تضعهم ما بين أمرين، إما أن تموت أو تتجه نحو هذا الاتجاه. أنا عايز أخرج أنه مش بس تهجير قسري، الآن هي الحرب على مصر طبعا بشكل واضح جدا، لأنه إحنا يمكن أن نخوض وقتا طويلا في تحليل ما يحدث على الأرض هناك، لكن يبدو أنه الخطة الممتدة من 1897 في مؤتمر بازل، أنه لما كانوا بيحددوا الأماكن اللي ممكن إسرائيل تكون فيها، فقالوا أوغندا، قالوا فلسطين، وبعدين بعضهم اقترح إسرائيل سيناء وقتها. فكأن أنا وصلت إلى حلقة ساخنة جدا، وأعتقد أن المزايدة في قلبها ابتزاز. يعني هذه المزايدة اللي على مصر الآن في مظاهرات طلعة أو حتى في لجان إلكترونية مدفوعة وموجهة، أو حتى بتتم أحيانا بلا وعي ونوع من التماهي مع هذا الخطاب، أنا أعتقد أنه المزايدة في قلبها ابتزاز، حالة ابتزاز لمصر، أنه يعني افتحوا للناس
خدوا الفلسطينيين عندكم المسائل مش هتتأثر. أنا حضرتك تقصد ان هناك من يغذي هذا الخطاب في الاعلام العربي ويغذيه لدى الرأي العام العربي لتحقيق اهداف الاحتلال؟ صحيح، وهذا الابتزاز بيأتي الان في شكل او في صورة انسانية. يمكن ده يرجعنا بقى للخطاب بتاع الرئيس امبارح، اللي هو اكثر ما يتميز به هذا الخطاب انه خطاب واقعي صحيح، وبينطلق مما تمتلكه على الأرض وما تستطيع أن تقدمه على الأرض أيضا. يعني هنا مفيش المساحة بتاعة تزيين. كان يمكن أن يكون خطابا حماسيا ملهبا للمشاعر، ساعيا إلى كسب شعبية كبيرة جدا على حساب القضية، بالذات إن احنا داخلين في مرحلة انتخابات كمان، لكن فيبقى خطاب انتخابي مثلا. لكن الحقيقة مثلاً ما اعتدناش من الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يلجأ إلى مثل هذه الأساليب، إنه يكسب شعبية على حساب قضية معينة أو خصما من قضية معينة. خطاب واقعي بيقول أنا أقدر أقدم إيه، وبيقول أنا أمتلك إيه، وتخوفاتي وتخوفات الدول، التخوفات علي والتخوفات على الدول الأخرى من الانسياق، إنه أنا أسحب القضية برا أرضها بما يعني تصفية كاملة. ولذلك تقدر توصف هذا الخطاب بأنه ما كانش مجرد عبارة عن رسائل قد ما هو فلسفة نظام حكم في مصر من 2014 حتى الآن، القائم على إيه؟ ما يمكن أن نحله بالسلام، يمكن أن لا نلجأ إلى الحرب أبدا.